You should know أنه وزير الخارجية جبران باسيل ما حضر شخصياً افتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية بأبيجان، بس كان في له كلمة عبر الشاشة. ذكرت ملياً بعد أن قطعت المسافة طويلاً إليكم بأني لا أقبل أذى جسدياً يصيب أي منتشر منكم. وقف لفت لا باسيل كمان قالوا لا مجلة ماجازين الشهرية، وقال في الانتكاسات اللي صارت مع الرئيس نبيه بري تركت بصماتها بوضوح على العلاقة مع حزب الله، بس من دون التشكيك بالتحالف الاستراتيجي اللي صمد قدام العديد من المصاعب. وبما يتعلق بالملفات الداخلية، اعتبر باسيل انه حزب الله عم ياخد خيارات ما بتخدم مصالح الدولة اللبنانية وانه كل لبنان عم يدفع الثمن. وقال كمان انه بوثيقة التفاهم مع حزب الله في بند اساسي بيتعلق ببناء الدولة، ولكن لسوء الحظ هيدي النقطة ما عم تطبق بحجة الاعتبارات الاستراتيجية.